السلام عليكم. هذه سيارة أبو صالح من لين ما شاء الله منها هالحليوات ما شاء الله عليه، كله نجدي أبو صالح ذولي؟ نجدي ها؟ نجدي كله نجدي. محدد لها سعر ولا شلون القصة ذي؟ والله على 750. 750 حدد سعره يعني ها؟ ما شاء الله كله نجديات ما شاء الله عليه. تربية مزرعة؟ تربية مزرعة. مزرعة ما شاء الله. وين تهوى تهوى الغنم ابو صالح ما شاء الله عليك؟ كلنا واحد. وش الميزه انك تهوى الغنم؟ الميزه من ابائنا واجدادنا. لكن هل يعني انت من تعشق الغنم يعني؟ ايه الغنم ها؟ زين هذا يعني تستانس لما تشوفهن؟ ان شاء الله. تستانس لما تقعد عندهن؟ ايه ها؟ بس طلع عندي. وتشجع الشباب انهم يقولون لها يرزقون الله بالمجال ذا؟ شايفي. بالمجال ذا؟ شايفي. اي نعم. لكن انت كم لك سنه بالموضوع ذا ابو صالح؟ والله لي 3 سنين 4 سنين. 3 سنين و4 سنين لك؟ اي بس. ها؟ قريب انا، ما انا مثل الحميد. ايوه. لهم سنين طويله. يعني انت توك طايحين بهن؟ تو طايحين. ولقيت خير ان شاء الله. ان شاء الله. ها؟ ما شاء الله. الله يبارك لهم ويبارك لك الامين. طيب طيب بركه الان اشوف كل اللي عندك صغار ما تبي تهتم بالكبار؟ الا ابوه مو كبار. مو كبار؟ نعم بالسوق وبذا. بالسوق وبذا. المزرعه اي. عندك انت الان تعرضهم بالمزرعه ولا تعرضهم تبي عندك شبك بذا؟ لا بالمزرعه، نعرضهم على الشارع. على الشارع؟ اي. مسوي لك مكان هنا؟ اي. على طريق الصباخ بنفسه؟ طريق الصباخ. يعني قدام؟ قدام شو عليك. طيب ابو صالح يعني ابو صالح الان يقول انا مقوم من حظيره على طريق الصباخ على الشارع العام، اللي يبي من هالخريفات الصغيرات ذولي ما شاء الله عليه كله نجدي ومحددين الاسعار على 750، ويقول ابو صالح بعرضه اللي يبي يشيل 2 3 الراعيه ما يخالف نعطيه عيديه. اي بس يجي لمنا ويبشر بالخير. يبشر بالخير ابدا. احنا ما نرد الزبون يقول. يقول احنا ما نرد الزبون احنا. ولا ونشغل الشباب ابشر. يقول ونشغل الشباب يعني اذا يعني ادعمونا عشان نشغل عيالكم. ادعمونا عشان نشغل عيالكم. اي نعم. احنا ندور الخير لنا ولغيرنا. فنهيبكم انكم تدعمون ابو صالح لهم مكان على شارع الصباخ العام وعنده الخريفات الله يبارك بين ما شاء الله كلها النجدي محددين على 750 وممكن انه يخفض للي بياخذ 2 3 بس يقول ابو صالح تعال وابشر بالخير. ابشر بالخير. احنا على مقاضي احنا اسمنا بالمسلمين. اي نعم. اي نعم. وابو صالح انا يدعي لوالديكم ويقول الله يغفر لوالديكم ويرحمهم ويجعل اي نعم ويجعلهم ضحايا مباركه ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي وشكرا لكم. الله يوفقك ابو صالح.